هل دخول إنتاج حقل ظهر إلى الشبكة القومية بعد ما أعلن هذا الوزير وزير البترول يعني فعلا أنه هذه التصريحات لم تكن مجرد يعني وعود في الهواء؟ هو في الحقيقة ما يحدث في مصر الآن يترقبه العالم كله. ربما أنا هكلمك يا أستاذ عمرو من زاوية أخرى، إنه كون حقل ظهر يصل الإنتاج بتاعه إلى المحطة البرية في مصر، كل دول العالم تترقب هذا. احنا بدأنا منذ عدة أيام. ليه كل دول العالم بتترقبه يا دكتور؟ هقول لحضرتك ليه. لأنه منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط هي منطقة واعدة فيها حوالي 220 تريليون قدم مكعب من الغاز، ده احتياطي كبير جدا. وصول حقل ظهر للمحطة البرية واقترابه من محطات الإسالة في إدكو في دمياط، ده معناه أن شركات البترول العالمية اللي بتنقب في تلك المنطقة سواء في الأراضي فلسطين المحتلة أو في قبرص وخلافه يمكنها الآن أن توصل بـ 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 عن طريق بعض الكيلومترات الغاز بتاعها لكي يتم إسالته في إدكو في دمياط وتصديره لأوروبا. ده كان مستحيل قبل ذلك. يعني أنا بتكلم على المستوى الإقليمي، لأنه أنا شايف من وجهة النظر على مستوى العالم ما تحقق في مصر هو إنجاز حقيقي. لكن على المستوى المحلي، لما أنا بقول أنه أنا هيبدأ الإنتاج 350 مليون قدم مكعب يوميا، ده بيوفر لي حوالي 70 مليون دولار شهريا او 840 مليون دولار سنويا، عشان نتكلم من الزاويه الاقتصاديه. على شهر يونيو تقريبا هيصل الانتاج ل 1.2 من 10 مليار قدم مكعب يوميا في يونيو 2018، ده هيوفر لي 3 مليار دولار سنويا. في نهايه 2019 سوف يصل الانتاج لحوالي 2.7 من 10 مليار قدم مكعب يوميا، وده معناه انه هوفر 6.6 من 10 مليار دولار سنويا.